أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة عدن تنديدا بمقتل أحد المختطفين تحت التعذيب في أحد سجون الحزام الأمني. أفاد مراسل بلقيس باندلاع احتجاجات غاضبة في مديرية البريقة تنديدا بمقتل الشاب تحت التعذيب في أحد سجون الحزام الأمني المدعومة إماراتيا. أوضح مراسلنا أن المحتجين أشعلوا الإطارات وقطعوا طريق الجسر الرابط بين مديرية البريقة ومختلف مديرية المحافظة للمطالبة بتسليم القتلة للعدالة. تأتي هذه الاحتجاجات عاقب إفراج قوات أمنية على عدد من الشباب الذين اعتقلوا قبل 8 أشهر دون أي تهم واضحة. وتتهم قوات الحزام الأمني باعتقال وإخفاء العديد من الناشطين والقيادات في سجون سرية ومارست أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات ضدهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تنجح الاحتجاجات الشعبية في الضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين؟ وإلى متى ستظل الأحزمة الأمنية ومن يقف خلفها في امتهان كرامة اليمنيين؟ احتجاجات غاضبة في عدن بعد مقتل شاب تحت التعذيب في أحد سجون الحزام الأمني المدعومة من الإمارات. المحتجون أشعلوا الإطارات وقطعوا طريق الجسر الرابط بين مديرية البريقة ومختلف مديريات المحافظة للمطالبة بتسليم القتلة للعدالة. تتهم قوات الحزام الأمني باعتقال وإخفاء العديد من الناشطين والقيادات في سجون سرية وممارسة أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات ضدهم. وكشفت تقارير سابقة لعديد من وكالات الأنباء قيام الإمارات بعمل سجون سرية في عديد من المحافظات الجنوبية تعذب فيها المعارضين لممارساتها القمعية بحق اليمنيين. وتشهد عدن مظاهرات شبه يومية لرابطة أمهات المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المختطفين دون تهم أو إحالتهم للمحاكمة القانونية، بينما السلطات الأمنية التي تديرها الإمارات تنكر على الدوام وجود مختطفين في السجون، وهو أمر يتناقض تماما مع واقع الاحتجاجات والفضائح التي خرجت للعلن حول ما يدور في تلك السجون. خلال الأعوام الماضية ظلت عدن مسرحا مفتوحا للجريمة السياسية المنظمة، تنوعت بين الاغتيالات الممنهجة التي طالت العشرات من أئمة وخطباء المساجد وغيرهم، أما الناجون من رصاصات الاغتيال فقد اقتيدوا إلى السجون لتبدأ رحلتهم مع المعاناة التي قد تنتهي بالموت. نبدأ النقاش مع ضيفتنا أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، تنضم إلينا من عدن. أهلا بك. وللتوضيح من صنعاء وليس من عدن. من صنعاء. طيب، هل لديكم أي معلومات عن الحادثة التي كانت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حول مقتل أحد الشباب تحت التعذيب؟ حتى الآن لم نتلقى صراحة أي بلاغ حول مقتل أحد المختطفين تحت التعذيب. كل ما تلقينا أنه تم منع الأهالي يوم أمس من زيارة من الزيارات والاطمئنان على ذويهم المختطفين في داخل السجن، ولذلك أصدرت الرابطة اليوم بيانا تستنكر فيه حرمان 85 مختطفا في سجن بئر أحمد من الزيارة، وتدعو لفتح الزيارات من أجل الاطمئنان على المختطفين وعلى أوضاعهم، وخاصة أنه تم الاعتداء على الأمهات أمام سجن بئر أحمد في الأسبوع الماضي، وأيضا الأنباء التي وصلتنا عن إصابة المختطف محمد الزامكي بشلل نصفي وعدم السماح لهم بإسعافه إلى المستشفى في الوقت المناسب، حتى أنه لم يتم إسعافه إلى المستشفى إلا في اليوم التالي، مما تسبب له بشلل نصفي بسبب الماس الكهربائي الذي أصيب به داخل السجن. طيب، ما هي حتى الآن في هذه الحادثة، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم في الحادثة التي كانت اليوم في عدن؟ كما أوضحت لكم لم نتلقى حتى الآن بلاغ، ونحن لا نعلن إلا بعد تلقينا بلاغات مؤكدة وموثقة سواء من أهالي الضحايا أو من شهود حول الواقعة. تلقينا أيضا في فترة سابقة عن مقتل المختطفين تحت التعذيب في سجون تتبع الحزام الأمني، لكن حتى الآن لم يتم التأكيد ولم يتم أيضا إظهار هؤلاء المخفيين. ما زال هناك العشرات من أبنائنا المختطفين مخفيين في السجون، لا نعلم حتى الآن هل هم ما زالوا بالفعل على قيد الحياة وهم مخفيين ونأمل بظهورهم في يوم ما، أم أنهم بالفعل قتلوا تحت التعذيب. يعني تتحدثي عن عدم التأكد من الحادثة التي كانت في عدن، يعني ربما تكون
إشاعات أو أنها حادثة غير صحيحة، في ظل حتى اللحظة لا توجد أي معلومات ولا أي بيان من أسرة الضحية؟ نعم، حتى اللحظة لا يوجد لدينا أي معلومات حول الحادثة، ولا نستطيع نحن كمنظمة أن نعلن عن أي شيء إلا بعد التأكد والتوثق من الحالة. طيب، ينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام الحقوق والحرية توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيفك وبمشاهدي قناتكم الكريمة. كمنظمة حقوقية كيف تتابعون ما يحدث في سجون عدن؟ حقيقة ما يحدث في سجون عدن أمر مدان ويثير كثير من القلق. نحن كنا في منظمة سام أول منظمة ربما كشفت عن السجون السرية في محافظة عدن، وتلقينا في ذلك الوقت سيل كبير من الاتهامات واللغط التي يثير حول هذه السجون، حتى وثقتها فيما بعد كثير من المنظمات الدولية. ثم أصدرنا تقرير مستقل عن سجن بير أحمد في 11 إبريل من عام 2018، ذكرنا بالتفصيل ماذا يدور وكيف يدار سجن بير أحمد، وما هي الانتهاكات التي ترتكب في هذا السجن. ثم بعد ذلك أصدرنا مجموعة من البيانات، كان آخرها بيان الذي تحدث عن الاعتداء على أمهات المعتقلين، وربما تابعتم أن هذا البيان تحدث بالتفصيل عن حادثة الاعتداء من شهود عيان من الأمهات، وما حدث للمعتقل الزامكي وحالته الصحية، وكيف تم نقله للمستشفى وعادته للمستشفى مع أحد المعتقلين الآخرين. في سجون عدن ما زال يلف فيها كثير من الغموض، وأخطر ما في هذه السجون هي المخفيين قسرا، والاتهامات بوجود إعدامات غير قانونية. إلى حد الآن تم تسريب مجموعة من الأسماء عن طريق معتقلين سابقين وربما معتقلين آخرين. هذه النقطة بالذات هي تحتاج إلى تحقيق جدي ومستقل ومن أعلى الهيئات الدولية وليس المحلية، لأنه في حقيقة الأمر أصبحت السلطات المحلية مثار للشبهات والطعن، خاصة بعد تصريح نائب وزير الداخلية علي بن الأخشع بأنه لا توجد سجون سرية في محافظة عدن. وبالتالي كل هذه السجون اليوم أصبحت عليها علامة استفهام، وإن كانت عدن في المقدمة، لكن هناك سجون كثيرة، منها سجن 7 أكتوبر في أبيان، منها سجن الطين في محافظة سيئون، أيضا هنالك سجن المكلا وغيرها من السجون الموجودة في عموم هذه المحافظات. وبالتالي الأمر هو مثير للقلق، وكل اليوم ما يتسرب عن تعذيب وإخفاء وإعدام وإضافة إلى الدفن بصورة سرية، تظل هذه وقائع مطروحة أمام اللجان، أمام المجتمع الدولي، أمام الرأي المحلي للتحقيق في هذه الجرائم، لأنه لا يمكن نستطيع أن نجزم بأن شخص من الأشخاص تم إعدامه سواء تحت التعذيب أو بالرصاص المباشر ما لم نعاين الجثة، ويظل هذا الشخص في إطار الإخفاء القسري حتى تظهر هذه الجثة. لكن كل هذه المعلومات المتواترة تدعو المجتمع إلى فتح تحقيق جدي وحقيقي، وأنا أقول أن سجون أو ما يحدث في عدن أصبح من الأمور المعروفة لدى المجتمع الدولي، وهنالك تواصلات كثيرة مع منظمات، مع محامين، مع حقوقيين، مع معتقلين سابقين لمعرفة كثير من التفاصيل، وهنالك قصص كثيرة مروعة عن أساليب التعذيب. نحن في منظمة سام سوف نصدر تقرير قصصي عن التعذيب في اليمن، يتضمن ما حدث في سجون عدن والمكلا وسيور، وأيضا سجون ميليشيات الحوثي في بقية السجون الأخرى. طيب سعد لك التوفيق، أعود مرة أخرى لأم أحمد. بعد حادثة اليوم في عدن هناك احتجاجات عديدة، ما هو وضع أبنائكم المعتقلين اليوم في هذه السجون بعد هذه الحادثة؟ كما ذكرت لكم أنه تم منع الأمهات من الزيارة يوم أمس، هناك 85 مختطفا داخل سجن بير أحمد تم منعهم من الزيارة، وتشعر الأمهات بالقلق تجاه ذلك، خاصة بعد تسرب الأنباء عن التعذيب الشديد الذي يلاقيه المختطفون داخل السجن، سوء المعاملة الذي يلاقونه في داخل السجن، هذا كله يدعو للقلق. ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بأن هناك حالة قتل تحت التعذيب. كما ذكرت لكم ربما الاحتجاجات كانت
لحالة شخص غير مختطف أو ما إلى ذلك، أو ربما وصلهم خبر، لكن نحن في رابطة أمهات المختطفين لم يصلنا حتى الآن خبر قتل مختطف تحت التعذيب في سجون التابعة للحزام الأمني. طيب عدل أستاذ توفيق، إذن وفق ما استمعت إليه من حديث الأخت أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين تتحدث إلينا من صنعاء، تقول لا نستطيع تأكيد هذه الحادثة اليوم التي كانت في عدن فيما يخص مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب في ظل هذا التكتم وشحة المعلومات. هناك من يطرح أن اليوم يتم التعاطي مع هذا الملف بنوع من التهويل من قبل بعض الأطراف في نكاية سياسية، ما رأيك؟ هو أنا كما قلت لك يعني من الناحية الحقوقية نحن لا يمكن أن نجزم بأن فلان مات تحت التعذيب أو مات أو أعدم خارج إطار القانون ما لم نعاين الجثة، ويظل هذا الشخص مخفي قسرا. نحن وثقنا كثير من القصص مثلا على سبيل المثال عادل الزوعري الذي توفى تحت التعذيب في سجون ميليشية الحوثي في يوليو 2016، وما زالت جثته إلى اليوم في قابعة في سجن مستشفى الشرطة العسكري، لم يستطع أهله أن يدفعون فدية مقدارها 5 مليون ريال لكي يأخذوا الجثة ويدفنونها. هنا نحن عندما نعاين الجثة نستطيع نقول هنا أنه تم إعدامه أو إخفاءه تحت التعذيب أو بالقتل المباشر. في عدن كما قلت لك هنالك تسريبات كبيرة وهنالك أيضا قرائن مقلقة، مثلا عندما تم اكتشاف مجموعة من الجثث في قرب ميناء عدن أو اكتشاف جثة هنا أو هناك مدفونة في الصحراء لا يعلم مع يعني لمن هذه الجثة ولا يعلم الفاعل في هذا الأمر، هي قضايا تثير كثير من القلق. وبالتالي القصة الآن ليس في قضية التهويل، هنالك معلومات وهنالك أسماء أدلى بها المعتقلون السابقون على رأسهم عادل الحسني، تحدث عن 23 معتقل، لدي شهادات من بعض الأهالي عن أهاليهم الذين توفوا بأنهم تلقوا أيضا شهادات من معتقلين سابقين شرحوا لهم بالتفصيل كيف قتل قريبهم في هذا المعتقل. وبالتالي الأمر الآن بعيد عن المزايدات وبعيد عن ممكن أستاذ توفيق هذا في حالة الأسماء المعلومة والحالة المعلومة والمعروفة أنه يتم الحديث هذا وفق استشهادك بحالة عادل حسني، لكن في الحالات غير المعروفة لمن يقتلوا ويتم إلساق أنه قتل تحت التعذيب في سجون التابعة للحزام الأمني، إلى أي حد هذا له علاقة اليوم بالصراع الحاصل بين الأطراف اليمنية؟ توظيف هو طبعا لا يمكن فصل الجانب الحقوقي عن الجانب السياسي هذا مطلقا. وبالتالي نحن عندما في مثل هذه القضايا ندعو لتشكيل لجان تحقيق دولية أو للجان تحقيق، اليوم يجب أن تفتح السجون بصورة علنية للجان التحقيق مثل لجنة الخبراء البارزين. هنالك أسماء لأشخاص اعتقلوا ومعروف أنهم اعتقلوا وأهاليهم يمكن أن يقدموا شهاداتهم بأنه كيف اعتقل وفي الساعة الفلانية وفي التاريخ الفلاني وفي المكان الفلاني وكيف تم محاصرة البيت وكيف تم اعتقاله. يبقى أين هذا الشخص؟ مهمة أين هذا الشخص هي مهمة الأجهزة الأمنية في محافظة عدن على رأسها الحزام الأمني. هنالك معتقلين سابقين بإمكانهم أن يدلوا بشهادات بأنهم التقوا مع فلان في السجن سواء في قاعة وضاح أو في سجن التحالف أو في السجن الفلاني. لا يمكن اليوم أن نفصل في هذا الملف يقينا إلا عن طريق لجان تحقيق. اليوم الحكومة الشرعية أو الحكومة أو المسيطرين على محافظة عدن وعلى هذه السجون هم يتحملون مسؤولية كشف حق هذا الحقيقة بما فيها لجنة التحقيق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، تتحدث عن إخفاء ما يقارب 23 معتقل بحسب ما لديها من معلومات وكثير من التصريحات التي صرحوا بها. أين هؤلاء 23؟ لنترك كل الأرقام الأخرى ونأخذ بأرقام لجنة التحقيق الوطنية والتي مشكلة من قبل الرئيس هادي للتحقيق في كل هذه الجرائم. أين 23؟ هم نحن في حقيقة الأمر وهمنا بالدرجة الأساسية أن نكشف الحقيقة. إذا لم يكن هؤلاء ماتوا تحت التعذيب وهم مخفيين قسرا أين هم؟ لماذا لا يظهرون؟ المعتقلون السابقون تحدوا الأجهزة الأمنية أن تكذبهم بأنهم ماتوا تحت التعذيب وتظهرهم للرأي العام. طيب فبالتالي الأمر يجب أن يخضع للتحقيق والقضايا أو التحقيق وفق لجان مختصة في هذا الجانب. طيب سأعود لك للنقاش في هذه موضوع الجهات المختصة والمعنية إشارتك إليها. أخت أم أحمد في نقطة أيضا اليوم تم الإفراج
عن مجموعة من الشباب الذين اعتقلوا، كيف تقيم هذه الخطوة وإلى أي حد ما هي ربما قد تكون الاستجابة لمطالبكم بالإفراج عن المعتقلين المختطفين؟ المختطفون الموجودين في سجن بئر أحمد لدى معظمهم أوامر بالإفراج. نحن أيضا وجهنا رسالة لوزير الداخلية بأن يتم الإفراج عن هؤلاء الذين لديهم أوامر بالإفراج ولم يثبت عليهم أي لم تثبت عليهم أي تهمة أو أي قضية يتم بموجبها احتجازهم. هم محتجزون منذ 3 سنوات، الغالبية منهم محتجزون منذ 3 سنوات ولديهم أوامر إفراج. يعني نأمل خيرا أن يتم الإفراج عن هؤلاء، هذا هو واجب وزارة الداخلية المشرفة على هذه السجون إن كانت هي بالفعل هي المشرفة والقائمة على هذه السجون أن تقوم بالإفراج عن هؤلاء، وندعوهم أيضا لإظهار المخفيين الذين يبلغ عددهم 34 مخفيا لدينا في كشوفات رابطة أمهات المختطفين، لا يعلم حتى الآن مصيرهم، هل هم ما زالوا على قيد الحياة أم أنهم غادروا هذه الحياة. طيب شكرا جزيلا لك أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين. أعود للأستاذ توفيق الحميدي، تتحدث عن يفترض أن يتم اللجوء للقضاء وأن الجهات المعنية تمارس مهامها، لماذا كان كل ذلك الاعتراض على تصريحات نائب وزير الداخلية وهي الجهة المعنية والمسؤولة في هذا الملف؟ لأنه ببساطة كان هنالك تخبط واضح في تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية ابتداء من الوزير وانتهاء بمدير أمن محافظة عدن. على سبيل المثال كان هنالك تصريح واضح من وزير الداخلية اللواء الميسري بداية بأن هذه المعسكرات أو عفوا هذه السجون لا تتبع الحكومة الشرعية ولا توجد أي ولاية إشرافية أو قضائية للحكومة اليمنية، وكان هذا التصريح معروف. ثم بعد ذلك ذهب الوزير أحمد الميسري إلى في زيارته الشهيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد بتصريح متناقض بأنها تحت إشراف وزارة الداخلية، ثم ظهر هذا الأمر. الغريب في الأمر أن هذه الشهادات تتناقض مع الإفادات والشهادات والتوثيقات الموجودة من معتقلين سابقين. هنالك ربما هنالك تصريح أو يعني أوامر من وزير من مدير أمن عدن وغيرها من المسؤولين يتحدثون أنهم لا يعرفون مثل بعض المعتقلين، لا يعرفون مكانهم أو أين هم. المعتقلين الذين أفرج عنهم تحدثوا عن معتقلات مثل معتقل قاعة وضاع على سبيل المثال، وهو معروف وهو معتقل أحد مرقص ما أدري أحدهم، هذه معروفة بأنها غير رسمية لا تتبع أي جهة أمنية، وبالتالي هي معروفة أينهم أو بيت شلال سابقا إلى غير ذلك، وبالتالي هذه بعيدة عن ولاية ورقابة السلطة القضائية. الأوامر التي صدرت أيضا من النيابة العامة للإفراج عن المعتقلين تم رفضها من قبل يعني المسؤولين عن دولة التحالف عن التحالف العربي أو عن سجن بير أحمد، ورغم أنها المفروض أنها تذهب مباشرة للتنفيذ. وبالتالي هذه القرائن أو هذه التصريحات تؤكد بما لا يدع من شك أن القرار في محافظة عدن أو في المحافظة المحررة خاصة التي تسيطر عليها دولة التحالف لم يصبح بيد الحكومة الشرعية. هنالك أيضا شواهد في سجن الطين من الذي يشرف على هذا السجن إلى غير ذلك. وبالتالي بداية حل هذه المشكلة أن نواجه المشكلة أو نواجه المشكلة على حقيقتها، أن نعترف أين مكامن الخلل، أين دور الحكومة الشرعية. أما محاولة التغطية على الجرائم وغسل أيدي دولة الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو حتى جماعات متطرفة أيا كان مرتكب هذه الجريمة يجب التغطية عليهم بهذه مثل هذه التصريحات، أنا أعتقد أنه يفاقم المشكلة ولا يحلها. اليوم حل هذه المشكلة يجب أن نقر أي أين ولاية الحكومة الشرعية؟ عندما تقر الحكومة بالولاية الشرعية هنالك ولاية قضائية يجب أن تنفذ الأوامر القضائية، يجب أن يحال المعتقلون للقضاء، أعتقد المشكلة ستحل بصورة كبيرة. أما إذا ظلينا نحاول التستر عليها والقرارات ليست بأيدينا أعتقد أن المشكلة لن تحل قريبا وستظل تتفاقم بصورة كبيرة. طيب ما تعليقك على خطوة الإفراج اليوم على عدد من الشباب المعتقلين؟ أي عملية إفراج عن المعتقلين مرحب بها سواء في أي منطقة من المناطق، لكن أيضا نظل أن نؤكد أن اعتقال أو الإفراج عن معتقل بعد 2 سنوات من التعذيب من الإهانة من الإخفاء بدون معرفة مصيره تحتفظ لهذا المعتقل بحقه في مقاضاة
من اعتقله سواء كانت الحكومه الشرعيه او اي اجهزه امنيه كانت، لانه الانسان بالنهايه له كرامته وحريته وهي اعلى واقدس ما يمتلكه الانسان في هذه الحياه. طيب سؤال اخير، الاحتجاجات الشعبيه اليوم في عدن الى اي حد يمكن ان تسهم في الافراج عن المعتقلين وحل هذا الملف؟ انا قلت اكثر من مره بان ربما قبل سنوات عديده ان ملف المعتقلين هو كره الثلج الذي يكبر كل يوم، ما لم نتعامل معه بعقلانيه قد يتحول من ملف مطلبي الى ملف سياسي، واعتقد ان النموذج سوق قطره وربما نموذج المهره قد يتكرر في اكثر من محافظه، لان الناس لا يمكن ان يسكتوا يسكتوا عن اهالي ام اقربائهم في السجون وهم كل يوم يسمعون قصص، يسمعون حكاية، يسمعون عن أساليب للتعذيب. نحن نوثق حالات تعذيب والله العظيم لا يمكن تتخيل مطلقا 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 أنها تحدث في اليمن، وبالتالي هذه القصص عندما تسمع بالتكرار وتروى الناس سيخرجون إلى الشوارع. بالنهاية الناس لا يريدون شيء، هم يريدون أين أبي أو أين زوجي أو أين أخي، ولماذا لا يحال إلى القضاء أكثر من نتواصل معهم؟ لا يريدون أكثر من إحالتهم إلى القضاء. أنت تتصور شخص يعتقل لديه ولدين عمرهما 16 سنة، اليوم عمرهم 19 سنة، يعني اعتقلوا أطفال واليوم شباب وبدأت مرحلة الشباب تستهلك داخل السجون. ماذا تنتظر من هذا الأب؟ أن يظل داخل بيته ينتظر الرأفة والرحمة للإفراج عن ولده؟ أنا أعتقد يجب أن يكون هنالك عقل، يجب أن تكون هنالك مسؤولية، يجب أن يكون هنالك احترام للآدمية الإنسانية. ما لم اعتقل احتجاجات عدن قد تكبر وقد تمتد الى محافظات اخرى كثيره جدا. شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي رئيس منظمه سامي الحقوق والحريات، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج الحلقه ماهر ابو الشمال.